يعني النجاحات دايما كده يا دكتوره شيرين. اتفضل دكتور اشرف. شكرا جزيلا دكتوره امين نواري استاذتي ورئيسه وحدتي، شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للدكتوره شيرين وشكرا لجهاز الكمبيوتر على ان هم يبقى موجود معاهم النهارده. My topic today about back to school type 1 diabetes management. خلينا نتفق ان الاطفال دايما عندنا مشكله في دخولهم المدارس، خاصه كمان دلوقتي في فتره الكوفيد والناس خايفه ان هم ناس اميون ديفيشنت وان هم ممكن يلقطوا عدوى في اي وقت. فبالتالي رجوع المدرسه للفاميلي اللي ابنها عنده سكر دلوقتي انتجينيك وخايفين، هم بس عايزين يخلصوا من الولاد ويوديهم المدرسه عشان يرتاحوا والامهات ترتاح شويه من الايه؟ من الاطفال، لكن ستيل ده مش موجود. طيب ليه احنا دايما بنحط الاطفال في زون مختلف؟ لان كل ايش كاتيجوري له انسلين سنسيتيفيتي مختلفه. الطفل ده عايز ياكل كويس جدا وفي نفس الوقت عايز سكره ما يعلاش. الطفل ده عايز يتحرك ويجري ويلعب وفي نفس الوقت ما يحصلش هبوط. الطفل ده عنده سوشيال كونسيدريشن، يمكن حضراتكم لو بتراقبوا جروبات الاطفال اللي هم في المدارس دلوقتي وداخلين عندهم سكر، في مدارس كتير في المدارس الانترناشونال بترفض الاطفال اللي عندها سكر. او بتاخده بكونسنت من الاهل ان هم اللي هيبقوا مسؤول عنه او ان الام تيجي تقعد بيه. دي مشكله كبيره جدا في السوشيال كونسيدريشن بتاعه الطفل اللي عنده سكر. طيب خلينا نشوف الكيس سيناريو دي. انا عندي احمد عنده 15 سنه جاي عنده دايابيتك بقاله 3 سنين. الولد بنتين على ام دي اي بروتوكول، بياخد 3 ريجولار، بياخد ان بي اتش، الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 8.2، ال دي ال بتاعه عالي، هو فوتبول بلاير بيلعب 3 مرات في الاسبوع وبياخد ريجولار فيزيتس. يبقى الولد ده بيعمل ريجولار فيزيتس، بياخد ام دي اي، لكن مازال الليبيد عالي، مازال الهيموجلوبين اي 1 سي عالي. ده شكل السكيدول بتاعه او ده شكل الحاجه بتاعته. يا ترى حضرتك ممكن تشاركوني ايه الديفكتس الموجوده هنا؟ بيهبط بالليل مع الاكسرسايز، سكره مره عالي ومره سكره واطي، الصبح بيقوم سكره مره اكسبتد والباقي عالي. يبقى انا عندي هنا كذا بروبلم موجوده في الولد ده، مع رغم ان هو مظبوط ان هو رياضي ان هو بياخد بروتوكول كويس. طيب يبقى في ليه تايت هايبوجلايسيميا، في فاستنج هايبرجلايسيميا، في فلكتويشن مع الاكسرسايز. اعمل العيان ده ايه او ايه الفيرست ستيب اللي ممكن اخد العيان ده منها وابتدي اخده ناحيتي علشان لما يروح المدرسه يبقى سيفر؟ اول حاجه هناخد النصايح الدكتوره منى عطيه وهنشفت الرابيد اكتيف انسولين علشان ما يحصلش هبوط كتير، وهناخد لونج بيزل انالوج زي ما الدكتور سامح هيعلمنا. لازم اعلم العيان بتاعي الكير اوف اكسرسايز. هنا لازم ابذل وقت واديوكيشن للكارب كاونتنج وابتدي اشوف الفولو اب للحاله دي. لما عملنا كده مع احمد حصل ايه؟ عملنا ريدكشن 20% من التوتال انسولين وادينا له بيزل ورابيد اكتنج وعلمناه يعمل الكارب كاونتنج والكارب انسولين ريشيو. ده شكل النتيجه. اتحسن هنا عندي ايه؟ اتحسن عندي الفاستنج واتحسن عندي البيد تايم، لكن لسه الاكسرسايز عندي يعني معقول، لكن لما الولد بيجي من المدرسه بيجي دايما سكره عالي من المدرسه. تفتكروا ليه بيجي سكره عالي من المدرسه؟ هياكل حاجه دي قصه، تمام؟ او هيجري ويلعب ويهبط ويحصل لي ريباوند، تمام؟ او هياكل حاجه زي دكتور شريف مبروك، او هياكل حاجه فيها زيوت، او هياكل حاجه فيها ميكس دايت، هياكل حته بيتزا، صح كده؟ البيتزا فيها موتزاريلا، هتاخد 4 لـ5 ساعات، السكر عالي وممكن لحد 8 ساعات. يبقى انا مش هيبقى عندي بس الريجولار انسولين هينفع معاه. طب احلها ازاي؟ السكر اللي بيعلى في المدرسه، الولد اللي بياكل في المدرسه، وجبه المدرسه، احلها ازاي؟ ايه اقتراحات حضراتكم؟ ايه شكل السكول مونيتور؟ ايه المطلوب مننا في المدرسه؟ هنقولها دلوقتي. هل اديله اكسترا دوس في المدرسه؟ يعني انا الصبح قمت وفطرته واديته الشورت اكتنج بتاعه اللي هيشتغل 2 3 ساعات، ممكن هل بعد 2 3 ساعات اديله حاجه ثانيه عشان وجبه المدرسه؟ ولا اديله الريجولار انسولين اللي بيقعد 6 لـ8 ساعات عشان يغطي فتره المدرسه وما اديلوش مرتين؟ هل الام تروح تديله جرعه في المدرسه ولا المدرس اللي هيديها له؟ طب هل بقى اخد الايده بتاعه اللو كارب او الكيتوجينيك دايت عشان سكره ما يعلاش؟ طيب السكول مونيتور هنقولها دلوقتي وهنقول ايه الريسبونسبيلتيز بتاعتها.
في مدرستين هنا، في مدرسة بتقول لك لا انت لازم هتاخد جرعة في المدرسة والافضل ان الام تروحها، دي هتنفع قوي في المدن، هتنفع في الحتت الكبيرة، لكن في الارياف وفي البلاد البعيدة مش هينفع. فانا في الاماكن اللي فيها ريف انا بديله الريجولار انسولين يقعد مع 6 ل 8 ساعات عشان يغطي لي فترة المدرسة. لازم الولد يكون معاه جهاز قياس في المدرسة ولازم يقيس لي سكره في المدرسة، ممكن يكون بيجي له سكره عالي عشان هو هبط. وده ريباوند مش نتيجة ان هو لخبط وكل كتير. فكرة ان ياخد لو كارب في المدرسة لا. كيتوجينيك لا. ليه؟ لان انا محتاج ياخد كربوهيدرات عشان يجرو. انا مش محتاج اقلل الانسولين، انا محتاج ياخد انسولين صح. ليه؟ انا محتاج الطفل ده يكبر. ففكرة ان انا اقلل الاكل واقلل الانسولين فكرة فيك عندنا، مش فكرة صح اتتبعها. يبقى ايه السيف تو سكول؟ ايه اللي هيخليني اروح المدرسة امن؟ عندي تشالنجز، عندي هاو تو مانجمنت وريسبونسبيلتيز، عندي ريكومنديشنز، وفي حاجات طبعا في بلاد طلعت قوانين علشان الدايليما بتاعه ان الطفل يترفض في المدرسه او مين هيبقى مسؤول عن ايه. في بلاد طلعت قوانين لحالات الدايابيتس، مين هيبقى مسؤول عن كل ستيب. التشالنج اللي عندي ان 90% من التيتشرز في امريكا ما يعرفوش حاجه عن السكر ولا ازاي يتعاملوا مع طفل السكر. طبعا احنا ما اتكلمناش هنا. 12% من الاطفال اللي عندهم سكر بيمروا بمرحله ديبريشن. 3% من الاطفال اللي بيروحوا مدرسه بيجي لهم سيفير هايبوجلايسيميا في المدرسه. 40% من الاطفال ما بيحصل لهمش ريجولار فولو اب في المدرسه، ما بيروحوش المدرسه بشكل منتظم. ليه؟ مره سكره عالي ومامته خافت تنزله، مره كان سكره واطي ومامته خافت تنزله، مره دخل في ديكي ودخل المستشفى. ستيل قرب نص الاطفال عندهم سكر بيغيبوا عن المدرسه نتيجه ان السكر لخبط. الحاجه الثانيه، مين اللي هيديله الانسولين في المدرسه؟ اللي جرب يشوف ادريسنس لو مركب بامب بيشيلها، لو مركب فريستا لب بيشيله. مش عايز حد يعرف ان عنده سكر، ما بياخدش جهاز قياس معاه المستشفى، مش هياخد معاه المدرسه، مش هياخد معاه الانسولين، مش عايز حد يشوفه هو بياخد انسولين. البنوتات لما بتلبس كات مش عايزه ايه يبان فيها الجهاز بتاع المونيتورنج، تمام؟ فستيل الادريسنس عندنا فيه مشكله، في كوميونيكيشن بروبلم معاهم. لازم نشوف القصه دي كويس قوي. يبقى ليه تشالنج اللي عندي؟ فزي ما بعلم العيان بتاعي ازاي ياخد هيلثي ايتنج، وازاي يكون عنده لانش بوكس كويس، وازاي الامهات بتقعد تبدع فيه، لازم يكون معايا الدايابيتك بوكس بتاعه، مع الانسولين، مع القلم، مع الحاجات اللي هترفع السكر، مع الحاجه اللي بتقول ان الكونتاكت بيرسون بتاعه فلان اللي هو لازم يتصل بيه لو حصل السكر واطي. وده مهم جدا عندي. لما جم يقسموا المسؤوليه قسموهم على دول كلهم، اديوكيتور ونيرس وتيتشر وستودنتس وبيرنت واثورتيز. احنا في مصر هنا الام شايله ده كله، ربنا يبارك في امهاتنا كلنا. الايه الام شايله كل الليله دي، غالبا هي اللي بتقوم بهذه الايه القصه. فانا بحييها برضو، اي ام لطفل سكري بحييها من وانا واقف هنا، اللي بيشيل كل الليله دي على عاتقها. الاديوكيتور المفروض يعمل لي بروجرام خاص مع الدكتور، كل طفل له انديفيديوال بروجرام. يعني انا مش هاخد القواعد العامه واطبقها على الناس كلها، لازم ارجع انديفيديولايز. اللي هياخد الانسولين ده هنا هياخد الانسولين ده هنا، هياخد ازاي، هياكل ازاي، البوينتس بتاعته ازاي. مش لازم يبقى 100% سكره ان تارجت، لو كان هيهبط مني في المدرسه يبقى لازم انديفيديولايز. ده الرول الاساسي. تاني حاجه ايه؟ ان انا لازم اوصل للبوينتس دي. هياكل صح، هيبقى اكتف. اول حاجه بيجي الطفل في المدرسه لك ايه؟ اكتب له ورقه، اكتب له شهاده، لو ما ينزلش حصه الالعاب ما يقفش في الطابور اصل عنده ايه؟ سكر. لا، ده لازم يبقى بينج اكتف، لازم يكون مونيتورد ويل، لازم يكون مونيتورد كويس، لازم ياخد الميديكيشن بتاعته. في امهات كتير جدا حضراتكم لو تعرفوا ما بيدوش الاطفال السكر بتاع الصبح وهم رايحين المدرسه، ويفضل ان هو يروح يبقى سكره عالي عن ان هو يهبط في المدرسه. طب ده بيعرض الطفل لايه؟ عايز يخش الحمام كتير، المدرس بيفتكره بيلعب، المدرس بيفتكره ان هو مش بيسمع الكلام، كل شويه انا قايم اخش الحمام، فبيقوموش. تحصل مواقف محرجه جدا للطفل في المدرسه فمش عايز يروح تاني. ليه؟ الاطفال بيضحكوا عليا، كل شويه المدرس يقلس عليا عشان عايز اروح الايه؟ المدرسه، واخرج منها اروح الحمام. فلازم يبقى الطفل معاه ورقه واضحه من الدكتور لمدير المدرسه، الولد ده لما يطلب يروح المدرسه محدش يقلس عليه، محدش يمنعه، وده مهم جدا. وبالتالي لازم يكون عندي بروبلم سولفنج، لان هو لما هيروح المدرسه كل طفل في كل كاتيجوري في كل عمر عنده افكار مختلفه، لازم اقعد مع الطفل ده واشوف ايه اللي خلاه في المدرسه حلو وايه اللي خلاه في المدرسه وحش. لازم اعمل له كوبينج مع زمايله، ولازم اقلل الريسكس بتاعته. طيب الكير جيفر عليهم ايه؟ في مدارس، في ناس، في اطفال هتتطلب انك لازم هتروح له لو هو سنه صغير، هتروح له الام المدرسه تدي له جرعه هناك او على الاقل تقيس له. ده قد يتطلب من حد مننا، لكن الاساس هنا ايه؟ ان هم يقولوا، لان في امهات كتير وابهات ما بيقولش ان الطفل عنده سكر عشان يخاف من زمايله ان هم يلعبوه
بشكل مختلف او يتكلموا معاه بشكل مختلف فما بيعرفوش المدرسه. فاهم دور للكير جيفر هنا ايه؟ انه يقول انه عنده سكر ويقول البريكوشنز بتاعته ويقول ايه الاحتياطات بتاعته. التيتشر مطلوب منه ايه؟ مطلوب ان انا اقول للمدرس بتاع ابني الكير بوينتس بتاعته. هما في ثلاثه ليفلز للاديوكيشن. اول حاجه بس انه يعرف انه عنده سكر واحتياجاته. ثاني حاجه يعرف لو سكره واطي يرفعه ازاي. الليفل الاعلى اللي هو في الثلاثه ان هو ازاي يديله كولوجاكول لو هو الولد دخل في هايبرجليسيميا، او ازاي يديله انسولين ومحلول معالجه الجفاف والفلويدز لو هو هايبرجليسيميك لحد ما النيرس تجيله. دي امن طريقه للسواقه لو حضراتكم عايزين تعرفوها. تمام؟ بالتالي لازم اعلمه في المدرسه هاو تو اكسرسايز. ايه مشكله الاكسرسايز؟ مشكله الاكسرسايز ان انا بحرك عضلات عند 60% من الدايابيتيك بوبيليشن اوبيس. في كونفليكتس في تعاملنا مع الاكسرسايز. واحد يقول لك لما يكون سكره عالي نزله يلعب عشان السكر ينزل. وفي قواعد عندنا في الطب لما يكون سكره عالي ما ينزلش يلعب رياضه. طيب يبقى هل الرياضه هنا حلوه في عينين السكر ولا لا؟ لا هي حلوه. هل استخدمها في الهايبرجليسيميا ككيور ولا لا؟ لا ما ينفعش. طب امال ازاي هعمل تشالنج الاكسرسايز؟ اكله سكريات كتير عشان يلعب؟ مشكلتي ان العضلات هنا ما بتاخدش كل الكربوهيدرات كاش. يعني لو انا هلعب ساعتين واديته كل الكربوهيدرات اللي محتاجه مش هياخد غير ليميتد ريسورسز والباقي هيسيبه. امال هيبتدي ياخد الريسورسز الثاني امتى؟ على مدار 24 ساعه، من 12 ل 24 ساعه هتوصل 36 ساعه. عشان كده اي طفل هيلعب رياضه ممكن يحصل له ريكرنت هايبوجلايسيميا على مدار يوم. ليه؟ لان الماسلز بتاخد الحاجه بتاعتها قسط، مش بتاخدها كاش، مش وقت الرياضه بياخد كل احتياجاته. يبقى ده لازم ابتدي له بكربوهيدرات قليل يغطي، وبعدين اغطي له حاجه لونج اكتنج شويه بعد الرياضه عشان تغطي بعد الرياضه ما يهبطش، وابتدي اعمل له مونيتورنج لمده 24 ل 36 ساعه عشان ما يهبطش. الميعاد المثالي انه يهبط امتى؟ وقت النوم. ليه؟ لان كل العضلات بقت ريلاكسد ما عادش فيه ستريس، فالولد طول النهار سكره كويس يخش ينام سكره وطي وابتدى يتشنج. والام نسيت الايفنت بتاع الرياضه بتاع الصبح مش كورليتنج لها، نقعد نلعب في الاكل بالليل ونقعد نديله اكل كتير بالليل عشان سكره ما يهبطش. القصه كلها ان احنا اللي عايزين نعمل بريبريشن للاكسرسايز كويس. الاكسرسايز ثلاث انواع، ايروبيك اللي هو عندي لارج ريبيتيتف موفمنت للماسلز، وانيروبيك اللي هو فيه بودي ليفتنج اللي هو فيه ستريننج زي ايه رفع الاثقال او ميكس ما بين الاثنين. طيب ايه مشكلته او ايه الفسيولوجي بتاعه؟ اول بروتكتيف ميكانيزم في اي طفل انه سكره ما يهبطش ان بيحصل شوت داون للبنكرياس، لما السكر يوصل 85 البنكرياس بيقفل فما بيطلعش انسولين. تاني بروتكتيف ميكانيزم الكاونتر ريجوليتنج تطلع فبتدي ما هبطش. طب ايه اللي بيحصل في الطفل السكري؟ هو بياخد بيزا الانسولين مش هيقدر يشيل. الوحيد اللي هيعرف يتعامل مع الحته دي ماشي على بامب. ليه؟ لانه هيخش في المود بتاع الاكسرسايز فممكن يعمل ايه؟ سسبند للبامب بتاعته. تاني قصه ايه؟ ان انا عندي البروبلم بتاعت ان البنكرياس ديستراكتد ما بيطلعش جلوكاجون فما عنديش حاجه بترفع السكر لو السكر بدا يهبط ويوصل 70. يبقى اول بروتكتيف ميكانيزم بتديني كاونتر ريجليتنج لما السكر يوصل 65 ل 55 اللي هو يبتدي الادرينال جلاند تشتغل وبعدين الادرينرجيك على 35. عشان كده احنا لما بنديفاين الهايبوجلايسيميا في عينين النيونيت مثلا بنقول على 54. لما نيجي نديفاين الهايبوجلايسيميا في عين الدايابيتس نقول 70. ليه؟ لان في تو بروتكتيف ميكانيزم وسط لازم ادور عليهم واعوضهم انا من بره. يبقى لو انا عياني على بامب بعمل حاجه اسمها سسبند اثناء الرياضه عشان ايه؟ ما يديش انسولين فما يهبطش يبقى الموضوع خلص. لكن الطفل اللي مش ماشي على بامب بضطر ان انا امانيبيوليت يا زود الكربوهيدرات يا اقلل البري اكسرسايز او اقلل البيزل على حسب ميعاد الايه؟ ميعاد الرياضه بتاعته. في قصه ثانيه هنا ان هو ممكن الرياضه ترفع السكر ما تقللهاش نتيجه الاستريس تشالنج. الولد رايح رياضه رايح سبورت رايح جيم سكره بينزل يطلع مش هينزل دايما لما يروحوا مسابقات يخش في ديك ايه؟ الحاجات اللي فيها بودي ليفتنج، الحاجات اللي الاطفال بيحبوها دلوقتي الشباب بيحبوها اللي هي يبقى فيها عضلات وكده، ده بيرفع السكر مش بينزله. فلازم اخد بالي من ده ان انا ممكن احتاج اكسترا مش احتاج اقلل وازاي هنبوري. طب لما يجي يلعب اكسرسايز في حاجات كونترا انديكيشن؟ اه لو عنده كيتونز، لو عنده سيفير هايبر جلايسيميا او سيفير هايبوجلايسيميا ريسي، لو العيان ده عنده دايابيتيك كومبليكيشن، الولد ده لو عنده ريتينوماسي مش هينفع مثلا يلعب كومبتيتيف اكسرسايز يبقى فيها ضرب يبقى فيها رياضه يبقى فيها جودو وكاراتيه وحاجات زي كده مش هينفع. لو الولد ده مش عايز يعمل اكسرسايز بالطريقه اللي احنا قايلين له عليها، يعني لو انا علمته وهو مصمم ان هو يمشي على طريقته في التعامل يبقى مش هينفع يلعب اكسرسايز بشكل منظم.
طيب التايمنج من فضل اكسرسايز يبقى الصبح. ليه؟ عشان عندي وقت ان انا امونيتور عشان ما يهبطش مني كتير وانا مش شايفه. لازم ادي فلويد ديبريسمنت كويس جدا. هل هي بلانك ووتر ولا هواء؟ السبورت ووتر اللي بيبقى فيه 6 ل 7% كربوهيدرات. السبورت ووتر اعلى بس مش هنلاقيه في كل الايه الاماكن. تمام. الفكره كلها في المدرسه هي البيشنت اديوكيشن. طيب ايه مشاكل البيشنت اديوكيشن؟ يعني ايه اللي بيخلي العيان؟ ما احنا كل على طول كل الاساتذه وكل الناس بتتكلم على الاكسرسايز وبتتكلم على المدرسه وبتتكلم على الاديوكيشن. ايه اللي بيخلي عيان يفيل وعيان لا؟ اول حاجه ان هو فكره الكريتيكالنس مختلفه عند الناس. يعني فكره ان انا مثلا سكري 300 وبقى قلقان مش موجوده عند كل الناس. فكره ان الولد ده سكري واطي وعايز اقول ان انا عايز الحقه مش موجوده عند كل الناس. مش كل الامهات والابهات كيرنج لده زي ما الدكتوره منى قالت. في اطفال الامهات ما بتبقاش امها مدخله ينام مرتاح الا اذا كان سكره 200 و300 علشان تبقى هي نايمه ومبسوطه. هي دخلته في كومبليكيشن بس هي مرتاحه اكتر وساتسفايد اكتر. الحاجه الثانيه مش احنا الوحيدين اللي بندي دايبيتك اديوكيشن. العيان بيخش على السوشيال نتورك، العيان بيسمع من النيرسز، بيسمع من اللي حواليه، وده للاسف بيديله اديوكيشن خاطئه. اول حاجه بيتعلمها في المستشفى لما يخش ايه؟ سكرك عالي انزل اجري. احنا بنيجي نقول له في الاكسرسايز نقول له ما تنزلش وتجري، صح كده؟ فبيسمع حاجات كتير فبيبتدي يختار اللي يعجبه. الحاجه الثانيه في اختلاف الكير جيفرز. مش كل الاطفال بابا هو مامته هو اللي بيكير، انت بتقعد تشرب لمامته لكن بتسيبه عند جدته طول النهار عشان هي في الشغل. او المدرس انا في مدرسين كتيره جدا اول ما الطفل اللي عنده سكر يخش يقول له معلش يا حبيبي انا جايب لك حاجه حلوه عشان ما تهبطش. فدايما يرجع من الدرس ايه عادي، طب هو المدرس عمل كده ليه عشان ما يهبطش عنده. فلازم ناخد بالنا ان الكير جيفرز مختلفه. الحاجه الثانيه وارجع اقولها الرولر ايشوز والسنس اوف كرايسيس. يعني انا اول ما اشتغلت سكر كان عندي ولد دخل في دي كي ايه. فبابا سابه ثلاث ايام ليه؟ عشان بيلموا محصول الرز. ايه المشكله يعني؟ هخلص الرز وبعدين ابقى اشوف الولد ده هيحصل ايه. فالولد ده دايت. فسنس ان كرايسيس ان الولد ده ان ميجر بروبلم مش موجود عند كل الناس. في حاجات ثانيه مختلفه. فلازم تكلم كل بيشنت بطريقته مش كلام الكتب. صعب جدا ان احنا نقول لعيانين قيسوا 6 ل 8 مرات في اليوم، لكن مهم تقول له امتى يقيسها. يعني انا ممكن اقبل 3 مرات في اليوم، ممكن اقبل 4 مرات في اليوم، لكن مش هتنازل عن 6 ل 8 مرات في اليوم لو في فلكتويشن. لو هو رايح المدرسه جديد، لو هو مغير الميديكيشن جديد، لو هو في سيك داي، مش هتنازل عن 6 ل 8 مرات في اليوم. لازم يتعلم يقيس الكيتونز، كان زمان في شرايط بنقيس البلاد، لكن على الاقل لازم يتعلم يقيس امتى يقيس الكيتونز وازاي يكير اباوت كيتونز. لازم يكون معاه تليفون بيرد، انا شخصيا ما بردش على التليفون الحقيقي. لازم الدكتور يديله الاستريف داتا، لازم يكون هيعرف هينجكت فين، فين المكان اللي يدي فيه بيزل وفين المكان اللي يدي فيه بولس، شكل البروبلم الموجوده لازم يكون معاه صور. ليه؟ هل ايديه ورمت ولا لا؟ هل ايديه باظت ولا لا؟ لازم يكون عارف شكلها ايه. لازم يعرف ان هو في تولز غاليه. السن بتاع الانسولين اللي بيتغير كل شكه ده وصل 5 و6 و7 جنيه لو هيجيب نوع راقي. ده شكله بعد اول يوز. في ناس بتستخدمه الشهر كله لان هو مش عايز يغيره لان هو اكسبنسيف تولز بالنسبه له. كل خطوه عندنا في السكر بفلوس. لازم يتعلم ان البدع اللي الناس بتعلمها لبعضها زي ان انا اعمل هاكينج واشغل السنسور زياده، زي ان انا اعمل اجيب قلم بتاع شركه واحط فيه انسولين بتاع شركه ثانيه، زي انا اسحب من فايل واحطه في كرتوشه قديمه وادي بالسرنجه. ده مختلف من كل واحد للتاني. لازم الدكتور يدي السيك داي مانجمنت للعيان، لازم يبقى عارف هيعمل ايه ولازم يبقى عارف التارجت بتاعه ايه حتى اثناء السيك داي. ليه؟ الامهات اصل الولد تعبان، الولد ما اكلش، مش حد انسولين ومش حد اكل، يخش في دي كي نتيجه الستارفيشن، نتيجه الكيدوزس. فلازم الدكتور يكون مدي انستراكشنز. وبالتالي البوينتس اللي لازم الدكتور يبقى عارفها انه هيديوكيت عيان السكر لما هيجي له اول مره. لازم يقول عيان يعني ايه دايبيتس؟ يعني ايه ديفرنت تايب اوف دايبيتس؟ وايه الفرق بين تايب 1 وتايب 2؟ لان ده بيعمل كونفليكت. ليه بياخد 4 مرات؟ ليه بيحتاج يقيس السكر؟ وازاي يقيسه؟ ازاي ديفاين الهايبو والهايبر؟ ازاي يتشنج الفود بانل بتاعه عشان ياكل براحته؟ ازاي يتعامل في الامرجنسي روم؟ وازاي اندفيدولايز هيز كيس؟ مش كل واحد فينا زي الثاني ومش كل طفل زي الثاني، في ناس ناجحه جدا في حياتها هم دايابيتك. الهايبوجلايسيميا اهم حاجه بس فيها ان هو لازم هتحصل هايبوجلايسيميا في اول اسبوعين من الدايجنوز بتاع السكر، لان بيبقى هيحصل حاجه اسمها اوتونوميك فيلير نتيجه الهايبرجلايسيميا والجلوكوتوكسيس اللي حصل. فاي عيان هتنشيت فيه تريتمنت
سكر مهما كان عالي هيهبط منك في اول اسبوع اتليست وانس. فلازم قبل ما تبتدي انسولين تعرف العيان ان الولد ده سكره هينزل سكره هيطلع وانا بستارت الانسولين. ليه؟ لان الناس بتخش في بانيك بيهيفير لما تلاقي السكر بينزل ويطلع في اول التريتمنت وبيبقوا قلقانين ومرعوبين، وده ساعات بيدخلهم في ايه؟ في قصص مختلفه كتير، ان هو يبتدي يفيوز للعلاج ويبتدي يكره العلاج. تاني حاجه لما نعالج الهايبوجلايسيميا لازم نعرف ان احنا بنتعامل مع طفل، فبلاش نستغل وقت الهايبوجلايسيميا ان ده يبقى الوقت بتاع الحاجه الحلوه. سكر واطي خد الشوكولاته، سكر واطي هناخد الحته مش عارف ايه. ليه؟ اولا الحاجات دي بتاخد طايم عشان ترفع السكر فمش هتسافر. تاني حاجه ان في اطفال هتحب الهايبوجلايسيميا وممكن تنديوس هايبوجلايسيميا بريفيوزر افكت او انها تزود انسولين عشان ياخد الحاجه الحلوه اللي هو نفسه فيها، وده بيحصل كتير لان الولاد بقت اديوكيتد. في انواع انسولين كتير عندنا من ضمنهم اللي الانسولين بتاع انسولين ايجيبت موجودين عندهم في التامين بينفل، موجودين في البرايفت سرنجات وهم وعدونا ان هم هيشتغلوا في موضوع البينفل برايفت. شكرا لحضراتكم وشكرا لوقتكم بصراحه. شكرا.